السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحبابي بالله، موضوع هذه الحلقة عن رسالة للبنات والنساء المسلمات المؤمنات: أطيعوا الله بالحجاب قبل طاعة العباد. ليش الموضوع هذا أنا بحكيه؟ لأنه لاحظت كثير مرات أنا بكون واحد بحكي لوحدة، أخته، بنته، بنت عمه، بنت خاله، بقولها يا أختي البس هالإشار، يعني استري هالعورة، اتحجبي. بتقول لك إن شاء الله، وفي ناس بقول لك لا مش هالساعة وبعدين، وفي ناس بتتجادلك وبترفع خشمة عليك. ما هذا الله أمر في الحجاب، بس يجيها عريس أو خطيب يكون عليه وعنده مال أو مركز أو شخصية، وبقول الزلمة بصلي وبيخاف الله، بيجي بقول اسمعي أنا معجب فيكي، بس أنا ما باخذك إلا إيش إذا لبستي الحجاب وسترت العورة. بتقول له سمعنا وأطعنا. بقول سبحان الله، رب العالمين في كتاب الحكيم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء المؤمنات المسلمات بستر العورة ولبس الحجاب، فقالوا سمعنا وعصينا. بس يجيها عبد لا يضر ولا ينفع، لأنه عجبها شكله، أو لأنه عجبها ماله أو وظيفته أو حسبه نسبه، بيقول له سمعنا وأطعنا. مين ربك أنت؟ يعني اهتديتي هذا الرجل، طعتي هذا الرجل وعصيت الله؟ طب ليش ما لبستيه من قبل ما تتزوجي؟ ليش وافقت على لبس الحجاب وستر العورة من رجل لأنه أعجبك؟ والله لن يقبل عملك حتى تغير نيتك، ويكون لبس ستر العورة ولبس الحجاب لله سبحانه وتعالى يا أختي المسلمة. أنا والله العظيم أنا عندي بنت صغيرة، الحمد لله عندي بنتين هسا، بنت صغيرة ظلتني أحببها من لبس ستر العورة، وأقول لها يا بنتي بس يصير عمرك 10 سنوات إن شاء الله، الله فرض علينا زي فرض الصلاة ستر العورة، اللي هي المرأة كلها عورة ما عدا كفيها ووجهها، بدك تستر أنت تلبس الحجاب، هذا برجع إليك لأنه هاي للإيمان. إذا عندك إيمان لحالك أنت بتختاري، بس أنا المفروض علي كما وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها، أنا مأمور علي لبناتي وزوجتي والناس اللي أنا بمون عليهم وبقولوا سمعنا وطعنا إلي، إنهم إيش يستر العورة، وإذا كانوا من الله كاتبهم زيادة في الإيمان أن يلبس الحجاب، الحجاب أن لا تعرف المرأة بنت مين ولا أخت مين ولا زوجة مين هاي. فيا أخواتي بالله، لا تخلوا الأجر يضيع عليكم. اللي جعبالة وفي عندها إيمان وتقوى ما تستنى تقول والله إذا لبست ستر العورة أو الحجاب مش راح أتزوج، والله على العكس، الزيجة مكتوبة من الله سبحانه وتعالى، نصيبك راح يجيك إلى عندك إن كنت ساتر العورة أو غير ساتر العورة. بس لما تكون ساترة العورة ولابس الحجاب، والله راح يجيك واحد مؤمن بخاف الله، مش راح يجيك واحد ابن حرام. بس لما تكون انت مش لابس الإشارة، راح يجيك واحد الله أعلم يمكن يكون مليح يمكن يكون عاطل، زي ليش اللي برمي السنارة بالبحر بعرف شو تطلع معها، يمكن تطلع له سمكة يكون فيها خير، يمكن تطلع ايش يطلع له نفاية ناس كبينها. فأخواتي بالله وأحباب بالله، لا تستنوا حدا يقولكم استر العورة ولبس الحجاب، ولبس الحجاب يكون وصول، مش تلبسوا الإشارة ستر العورة وتلاقي أواعيكم حز ولز، الجسد كله مبين، وتحطوا المكياج والعطور تلاقي الواحد صار صبغة صبغة وجهها صبغ. لا يا أخواتي، اللي بدها الجنة وبتحب الله وبتحب رسوله بتطيع الله ورسوله قبل ما تطيع عباد الله. مش خطأ الواحد يطيع أبوها لما ينصحها في ستر العورة، بس ما تستنى
لما يجيها زوج مشان يجي يقول لها البسي، بلكي ما جاء اخي جوز بحقك البسي، رايح تظل لك مش لابسيته حتى لما ماتوا هون. والله انا ببشرها في نار خالد، نار جهنم خالد ومخلدي، لانها تركت فريضه من الفرائض، ولا اشفع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لانها عصت الله عامدا متعمدا زي ما فعل ابليس. اخواتي بالله، انا مش زي عمرو خالد بتغنوج، انا ما بحب الاستغابه، بس انا ما بحب الاساليب اللي بيحكوها بعض العلماء اللي بيدعوا العلم، اللي بتلاقيه في كل جنازه بطم فيها، بفرح بروح برقص فيها. انا بحب الواحد يكون صريح. الاسلام واضح وصريح، ما بده حدا يتغنوج ويحبب الناس بلبس الحشار، هذا فرض. يعني واحد بده يسافر على دوله، الدوله بتقول لك انا ما بعطيك الفيزا الا ايش بالشروط الكذا، بدك تنفذ شروط، في عندنا شروط اذا نفذتها بنعطيك الفيزا، بندخلك البلد وبنعطيك الجنسيه. نفس الشغل الاسلام، في فرائض الله افترضها على المسلمين والمسلمات، المسلمه فرائض الرجل عليها ما عدا الجهاد وصلة الرحم، لأنه رحمها هي أن تأمر زوجها بنس الرحم، بس عليها ستر العورة، وستر العورة للرجل والمرأة واحد. فأحباب بالله، لا تردوا على واحد بيحكي لكم أنا ما بأخذ أخوة ولا بتزوجك إلا إذا لبست الإشر. سووها لله سبحانه وتعالى مشان تأخذ الأجر. وفي دلائل في كتاب الله في سورة الأعراف آية 27، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. يعني لا تخلوا الشيطان يسوي فيكم زي ما فعل لأبويكم، ينزع عنهم لباسهما ليرهما سوآتهما. يعني إخواني بالله وأحبابي بالله، التعري وكشف الجسم الحرام هذا من عمل الشيطان، فلا إيش تتبعوا الشيطان، لأنه الله قال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يعني اللي بفعل الشعر هذا بكون هذا اللي بتعرى وبين جسمه بكون هذا مش مؤمن. شوف الله سبحانه وتعالى قال لأزواج الرسول عليه الصلاة والسلام وآل بيته، سورة الأحزاب آية 33، هم قدواتنا. يعني بالنسبة للنساء، أنت بتأخذ أزواج الرسول وبناته قدوات، وسيدتنا مريم اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم رضي الله عنها. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني خذوا هذا القدوة، ما تأخذوا بلا مؤاخذة في عبده والمطربات أليسا والله ما أنا بعرفه مادونا وليدي غاغا هذول إيش بقول لك طب كيف تعرفهم يا أخي؟ ما أسمعوا العالم بيحكوا فيهم، كنت أطلع على التلفزيون يطلعوا في وجهي أغير القناة، لأن أنا بحب أطلع على شغلات فيها فائدة، أي شغلة ما فيها فائدة بزيلها. لا تأخذوا أئمة الضلال من النساء، أنتوا يا أخواتي وبناتي وأمهاتي المسلمات تأخذوهم قدوة لكم، خذوا قدوتكم سيدتنا مريم رضي الله عنها، سيدتنا خديجة، سيدتنا عائشة، سيدتنا فاطمة رضي الله عنها، هذول الناس اللي إيش قدوة تأخذوهم تستفيدوا لكم فيهم أسوة حسنة. والله سبحانه وتعالى بذب عنكم الرز بس الشيطان عنكم وبطهركم إذا فعلتوا ما أمركم الله به. سورة الأحزاب آية 59، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين
وكان الله غفورا رحيما. يعني هذا القول لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الله قال له يا أيها النبي قل لأزواجك أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام وبناتك بناته ونساء المؤمنين، إذا أنت يا أختي عندك في قلبك إيمان وما بتلبسي الإشارة يعني إيمانك غير صحيح. ستر العورة فرض، والجلباب هذا بيكون عندك إثبات أنك أنت من النساء المؤمنات اللي مذكورة في الآية هاي. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. هنا ما حدا بعرف هاي البنت مين، أخته، عمته، جارته، بنت أخوه، بنت واحدة من واحد من المسلمين، لأنه أذى، النظرة إلى المرأة أذى. المرأة الشريفة العفيفة اللي إذا نظر عليها إنسان كأنه أذاها. وكان الله غفورا رحيما بما سلف. سورة الأعراف آية 26 قال تعالى، وهذا القول لبني آدم كله مش بس للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات، لكل البشر. قال تعالى في سورة الأعراف 26 بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم شريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يعني الله بقول سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يعني عوراتكم، وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى إخواني وأخواتي بالله، كل ما زاد الإنسان تقوى كل ما صار في جسده غطاء مخفي للشياطين لا يستطيعون أن يهوه من الجن والإنس، حتى الملائكة تستحي منهم. هذا لباس التقوى، ذلك من آية الله لعلهم يتذكروا. يتذكروا قبل ما يجي يوم الحساب ويحاول يتذكر غاد ويكون فوات الأوان. آخر نصيحة يعني بنصحها لأخواتي وبناتي وأمهاتي المسلمات المؤمنات، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. هاي صحيح الآية، هاي نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ونساء النبي ليسوا كأحد من النساء، بس برضو هاي صالحة للنساء نفسه تأخذوا العظة منها. يعني أيتها المسلمة أو المؤمنة، إذا كنت إن اتقيتن كنت واحدة متقية بتخافي الله فلا تخضعن بالقول. يعني الخضوع بالقول إنه إيش، بصوت ناعم أو صوت في غنوجي، صوت في دلال، بتكون انت مني حسن حكتيها، بس فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا الانسان بيطمع بقول الله بتحبني، هاي بتفكر فيه، بصير يفكر فيها شايف، وبصير ايش يزيد ويتمادى. وقلنا قولا معروفا. اخواني بالله انا بتذكر يعني كانوا يحكوا لي ان جدتي الله يرحمها لما كان جدي مش يجي على البيت يدق زلمة على الباب يتحمل صوتها مشان ما تبين انها ايش، ما تعطي صوتها الحقيقي، تخلي صوتها خميل شوي هيك خشن. فهذا الحكي يعني ايام اجدادنا. فانتو نفس الشغله، مش لما احكي واحد كلمه بتلاقيه ايش بصير تحكي معاه بادب واخلاق وفي نعومه وانوثه، هذا الانسان اللي في قلبه مرض بظن انه ايش انت بتحبيه او فيك شغله خاطئه فيسوء الظن بيكي وبيحاول انه يطمع فيكي، عشان هيك فلا تخضعنا بالقول. والبسوا ستر العوره، ولباس ستر العوره يكون لباس صحيح، العوره عن جد مستوره مش عاريات كاسيات، انتم لابسين ستر العوره بس كل شيء مبين. والله نصيحه بنصحها لبناتي واخواتي وزوجتي وكل الناس اللي حولي من النساء، وأنا بحاول أنصح كل المؤمنات والمسلمات عسى أن الله يهديهم ويرجعهم للدين الصحيح. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.